اهلا أحبابنا، السلام عليكم هاني جيت والله يرحم اللي جا طبعا نجيب لكم احداث ومعلومات جديده كتخص عالم برنامجكم البيرمي زوج على قناتكم ميدي ان تي في الاسبوع اللي فات واللي كان شعاره التعامل مع الفضاء الطرقي رافقنا المرشحين ديالنا في تطور حصصهم التكوينيه وحسينا بالضغط اللي ولي عليهم مع بدايه العد العكسي ليوم الامتحان وفي هذا الاسبوع وصلنا ليوم 11 و12 من التكوين ديالنا واللي اختارينا ليه موضوع مخاطر الطريق موضوع اللي متجند كل القوى المجتمعيه باش تصدى ولكن كيبقى العامل الاكبر اللي كيهدد حياتنا هو سلوكنا وتعاملنا السيء في الفضاء الطرقي يلا ما عليكم الحلقه ديالنا غادي تبدا حزام السلامه كيف العاده ونبداو بالملخص على بركه الله في هذه الحلقة غنتعرفوا في الوصلات التحسيسية على مسببات العنف على الطريق وكيفاش نتجنبوها وغنتقربوا أكثر من مفهوم التجاوز وايضا كيفيه التعامل مع ظرفية طرقيه خاصه واللي هي المنعرج حصه قواعد السير المرشحين غادي تعطاهم فرصه من ذهب باش يقويو كل ما اكتسبوه لحد الان في الكود وهادشي بفضل مراجعه عامه غادي يقوموا بها اليوم احصائيه جديده غادي نتعرفوا على المشاركين خاصه بالتصرفات المسؤوله في السياقه في موعد جديد لهم في حصه السلامه الطرقيه سلسلة العروض اللي كيقدموها المشاركين غادي تستمر وهذه المرة يقدموا لنا بحث حول الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة. عبد العزيز غنتابعو معاه اليوم درس خاص في الميكانيك اللي غيسافر به داخل محرك الحافلة وغيستافد من حصة خاصة في السياقة. غنكتشفوا فيها المستوى اللي وصل ليه في السوقان من بعد 12 يوم ديال التكوين. وفي الأخير غنبقاو على لحظات من علم النفس الإجتماعي في شرح ممتع للعلاقات البين الفردية. الاهم على الطريق هو الحفاظ على سلامتنا وكل الضغوطات الاخرى كتبقى ثانويه برغم اهميتها هذا الشيء اللي عليه في موضوع الوصله التحسيسيه الاولى نتبعوا التسامح والسلامة الطرقية من اللي كان على التسامح كان على العنف على الطريق اللي خاص نعرفوه هو أن العنف على الطريق هو مسألة معدية من أهم الأشياء اللي كتأدي العنف على الطريق هو مشكل الوقت فكون أننا الوقت بالسرعة على الطريق وبربح الوقت على الطريق من الأشياء اللي كتولد عندنا تصرفات عنيفة ويمكن نتيروا العنف على الطريق لدى باقي السائقين فأهم حاجة خاصنا نعرفوها هو أنه الأهم على الطريق هو السلامة الطرقية وليس الوقت كذلك الكفاءه البدنيه واللياقه البدنيه والكفاءه الذهنيه ديال السائق كتلعب دور في تحسين ردود الافعال ديالو في تحسين الفعالات ديالو فالنوم القدر الكافي آه، الاكل والشرب آه، التوقف بعد مرات وممارسه الرياضه هي من الاشياء اللي كتساعد السائق على انه كيحافظ على اللياقه البدنيه ديالو وعلى الكفاءات الدهنية ديالو اللي كتسمح ليه انه يتحكم في انفعالاته في كل لحظة. اللي خاص نعرفوه أيضا هو أنه بما أن العنف على الطريق مسألة معدية فكذلك الابتسامة هي مسألة معدية فأمام السائق من فاعل عنيف ولا كيتصرف بتصرف كيبين لكم عنف فما فيها بس الا تبينوا نتوما على مستوى التسامح ديالكم ما تدخلوش معاه في ان غابور دو فورس يعني في واحد التبادل واحد التنافسيه في العنف ولكن كتبتسم لذاك الشخص يعني بحال كتوجه ليه واحد الدعوه لانه كيدخل معاك في واحد الفيزيون دو لا سيتوياسيون في واحد النظره للموقف اللي كتكون اكثر ايجابيه ومفيده لكم بجوج باش تحافظوا على سلامتكم في الطريق اذا كل ما تهلينا في راسنا كيكون المورال مزيان وبالتالي ردود فعلنا غتكون ايجابيه المرشحين على موعد مع مراجعة عامة في كل ما شافوه في حصة قواعد السير فرصة يوقفوا على الدروس اللي باقين عندهم فيها غموض أو سوء فهم نتبعوا غادي ندوزو دابا لواحد الحصة ديال المراجعة المراجعة ديال الدروس كاع اللي كانوا سابقين واللي شفنا من الأول حتى لدابا دونك اللي عنده شي مشكل في شي, في شي حاجة في شي قاعدة من القواعد أنا غنحاول نشوف القواعد اللي نورمالمون أنتم كيكون عندكم فيهم مشاكل نحاول نشرحهم وفي نفس الوقت يعني أنتم إلا عندكم شي حاجة ما فهمتوهاش ولا بغيت تزيد تفهموها باش نبداو نبدا انا ولا تبداو نتوما <applause> لا بداو نتوما <applause> 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 واخا دونك غادي نبداو مثلا ب مثلا في الدرس ديال التقابل والتجاوز شفنا كيفاش كنديروا العمليه ديال التقابل لو كوازمون لو ديباسمون شحال دي مثلا اللي تيخصنا نخليوه وكاو مثلا بدي يكون عندنا ان ديب ان كوازمون تقابل بحال هكذا فقلنا شنو المسافة اللي كتكون ما بين خصها تكون جانبية واحد غادي واحد جاي مسافة جانبية شحال قلنا كتكون نص متر ما بين العربات بعضياتها دونك يعني كنخليو نورمالمون هنا 0.5 فوالا هادي دونك في حالة ديال التقابل قلنا الراجلين شحال تنخليو بيننا وبينهم تجاوز قلنا متر ونص هذيك دابا كنهضروا على التجاوز اللي كتهضروا عليه نتوما كاين تجاوز كاين التقابل وهنا كاين التقابل فنورمالمون قلنا بالنسبه للعربات كنديروا متر ونص بالنسبه للراجلين دوك لي زانستابل كنديروا جوج المترو في التقابل كنخلي مسافه يعني كبيره بينهم وبين في الحاله ديال التجاوز هي اللي كتكون عندنا بالنسبه للعربات كيبقى دائما شحال الدراجه كيبقى نص مترو 0.5 وبالنسبه للراجلين والدراجات هذا فكنديروا مترو داخل المجال العمراني فوالا مترو داخل المجال ومترو ونص خارج المجال العمراني ياك دونك هذه مثلا فيما يخص التقابل والتجاوز اه بالنسبه ل آه مثلا في الحاله ديال التقابل قلنا انه كاين التقابل الصعب والتقابل المستحيل ياك فقلنا بانه مثلا التقابل الصعب وهذه خصوصا كتكون في الطرق الجبليه أو في المنحدرات شي طالع شي هابط في ديك الحاله قلنا بان مثلا هذه العربه هابطه وهذه طالعه فهذه غدا هكذا نديروا حنا مثلا ان هذه السياره الزرقاء هابطه الا كان واحد فيهم خصو يوقف شكون اللي خصو يوقف الزرقاء الزرقاء دونك okay. اللي هابط هو الاول اللي كيوقف كي هذاك الناس منات تقابل الصعب كيوقف كي اللي هابط باش اللي طالع كيسهل كي عليه انه يطلع قلنا انه كاين تقابل المستحيل هو انه واخا يوقف ما يمكنش ممكن ممكن يدوز خاص يدوز ضروري واحد يرجع باللور دونك في الحاله سميناه تقابل مستحيل. المستحيل لن دونك الاولانيه اللي درنا لها التقابل الصعب وهذه الثانيه اللي درنا لها التقابل المستحيل التقابل المستحيل قلنا على انه شكون اللي تيخصو يوقف ويرجع للور اللي خفيف وعطينا المثال بانه طوموبيل مثلا مع كاميون فاللي غيرجع يرجع طوموبيل قلنا مثلا إذا كان عندنا مجموعه من المركبات مع مركبه واحدة اللي واحدة اللي ترجع كيبقاش ديك الساعه نهضروا على طالع ولا هابط كانوا وليو نهضروا على اللي هو يقدر يدير ديك المناوره بسهوله متفقين دونك هذا بالنسبه للتقابل الصعب والتقابل المستحيل إذا كان عندنا مثلا تقابل في طريق غير عاديه بحال هكذا ولاني مثلا عندي السياره الزرقاء كتوجد قدامة هنا في الجنب على شي حاجز كما كان نوعه والسياره اخرى جايه اون فاس من هنا فشكون اللي غادي يسبق ناخذ عبد العزيز عبد العزيز شكون يسبق في هذه الحاله السياره البيضاء البيضاء علاش حيت الاخرى اللي من ديالها عامر ال... 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 الزرقاء اللي من ديالها عامر واني كنا قلنا واحد المساله وهو انه كاين استثناء <تصفيق> <تصفيق> الا كان شكون الا كانت الا كانت هذه حافله بوس مثلا عبد العزيز نيت لان بخصوصا ان عبد العزيز كيدير الحافله الا مل الحافلة وكان ولي كنت انت عبد العزيز مول الحافله وكانت واحد السياره جايه اون فاس معاك واللي بن ديالها عامر و الا هي وقفات باش تعطيك انت تدوز فواش غادوز ولا غتوقف عندما ما يعطاتني اشاره باش ندوز غادي ندوز فوالا اذا هنا هذا استثناء كيتعطى للحافله كننصحوا به اصحاب صحابي السيارات الخفيفه تنقول لهم على انه ملي كتقابلوا مع حافله تيخصكم توقفوا نتوما ولو يكون اللي اللي من ديالها هي عامر نو بالنسبه ليا هنا خص نديروا الحاجز من هنا باش تبان مزيان فهاد الحاله اللي كيخصو كي يسبق هو الحافله وهذا استثناء خاص بالحافله ما كنعطيوش الشاحنات وكذا لي كاميون نو سولمون لي زوطو لي بوس يعني اون اغلوميراسيون في المدينه غندوزوا مثلا باش نشوفوا حاجه اخرى متعلقه دابا بالتجاوز ملي كنبغي نقوم بالعمليه ديال التجاوز طبعا كيكون عندي قلنا الطريق بحال دابا هكذا دا كدي وتجي ضروري خص يكون مسموح التجاوز ضروري خص يكون خط متقطع اون لين ديسكونتيني كريستيان دونك بحال دابا مثلا كان عندي هنا سياره هنا سياره مثلا جايه بغا الدوبل فملي تيعطوني داك الغيتروفيزور كيبان ليا فيه المرايه هنا فيها سياره تابعاني وسياره قدامي انا بغيت ندير لو ديباسمون انا هو الفيكول بلو انا هو السياره الزرقاء بغيت ندير دابا التجاوز والسياره هذه مورايا واش نتجاوز ولا ما نتجاوزش هي حفيظه نتجاوز ولا ما نتجاوزش لا لا ما نتجاوزش ما نتجاوزش علاش لان اصلا ما عندهاش ما مسافه ااا أه شنو من مسافه مسافه الامان واخا ناخذ نخلي ديال حفيظه ناخذ رشيد الى دارت الاشاره ديال التجاوز داكشي يمكن لا تخرج تجاوز يمكن تخرج واخا هذه بالنسبه لها تابعها من اللور <تصفيق> <مكينا>. <تصفيق> علاش لان بالنسبه لهذيك اللي موراها غير تابعها ما, ما 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 بغاتش دوبل. ما بغاتش الدوبل ما عرفناهاش انها باغا الدوبل لأن ما دايرش السينيال ديالها ما كيبانش على انها غدوبل غد ولاني في حالتي الا زادوا لنا مثلا هنا الا تزاد ليا السينيال في هذه الحاله ما غندوبش لان انا كنشوف ريتروفيزور كيبان ليا السينيال اوتوماتيكمون <applause> ما تيخصنيش لان هي السياره اللي مورايا الواضح ان الاستاذ مصطفى دقيق ركز على الدروس اللي بانت لي معقده واللي تقدر دير اشكال للمرشحين بالنسبه ل... بالنسبه لي انا في الكود الحمد لله شي بالنسبه للاشارات راه غادي مزيان باقي شي حويجات اللي باقي ما كما تنقولوا باقي ما خديتهمش مزيان أه وما من ناحيه الطريق السيار شنو تتعني وشنو شنو خصك تتبع القوانين ديال اللي غتمشي اللي غتمشي في الطريق السيار كيفاش دايره هذيك الحمد لله آه بالنسبه لوسط المدينه كانوا بعض المرات شي شي كما تنقولوا شي اشارات اللي تيزعقوا في المثل بحال نقول في المثل الطريقه هذه تدي وتتجيب شكون يدوز الاول شكون يدوز الثاني باقا شويه ما ولكن الحمد لله غادي في الطريق الصحيح ان شاء الله التصرفات المسؤولة لمعظم السائقين والراجلين كتنتج عليها نسب في تصاعد مستمر من الضحايا على الطريق, الطريق نتعرفوا عليها في الحصة اللي كتحل عينينا أكثر على السلامة الطرقية كين المسألة الثانية هي الهاتف أثناء السياق يعني هذا موضوع حتى هو مهم جدا كنعرفوا بأن التحدث عبر في الهاتف أثناء السياقة كيضاعف أربع مرات كاتخ أربع مرات خطر وقوع ديال حوادث ديال السير درنا دراسة كيف قلنا سلوكية كنعرفوا بأن النسبة فيها تقريبا واحد 3% إلى حدود 4% ولكن القانون كيقول كي الهاتف المحمول باليد ولكن راه نقدر نقول لكم أن السياقة مع التحدث دابا مابقيناش كنهضروا على الهاتف المحمول باليد كنهضروا على التكستين راه كنشوفوا دابا الآن في اطار يعني الدراسات اللي قمنا بها والملاحظات يعني او مبنيه على الملاحظه الناس كتكتب تكست كيكتبوا دي ميساج دابا مع الواتساب دابا يل بو اونفوي ريديجي كذا زعما اون كوندويز راه ما يمكنش شيء مثلا واحد المعدل ديال المسافه ديال التوقف بواحد السرعه ديال 50 كيلومتر في الساعه راه عندنا 21 وكنزيدوا عليها واحد 14 متر هو المعدل المسافه ديال الفرمله هذه بالهاتف بدون الهاتف هي هي مساله مقلصه في هذيك الجوج ديال الامتار او اكثر راه هذا الرسم الاستبياني كيبين لكم بان لوبستاكل هذاك الحاجز كنتجاوزوه بكثير علاش؟ لان التركيز ما كاينش ما كاينش الانتباه ما كاينش الحضر وكاين تشويش في الدهن لان ما يمكنش الذهن ديالنا كيدير كي بزاف ديال راه يقد يدير بزاف ديال الامور ولكن ما نعطيوش اكثر مما يتحمل كتجيك مكالمه يعني يا امام البيت يا امام العمل يا امام عند صديق وانت تسوق تقود السياره داخل المجال الحضاري وكتعرف المناورات اللي خاصو يديرها والانتباه راه ما يمكنش نسوقوا على نفس التركيز في ذاك المكالمه اللي كتشتت الانتباه ديالنا هذا موضوع ثاني حتى هو مهم الموضوع الثالث اللي هو مساله ديال الراجلين ركزنا عليها كثير شنو شفنا قبيله شفنا بان عديم الحمايه يشكلون أزيادة من فين ثلث 50 اكثر من 50% داخل وخارج المجال الحضري ولكن داخل المجال الحضري غا هذه الفئه هذه كتشكل يعني 80% من 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 الضحايا عندنا واحد رساله هنا تقول بان قتيل واحد من كل ثلاثه قتله من الراجلين راه ملي كنا 1000 قتيل 1000 قتيل يعني سنويا يعني من هذوك القتله ثلاثه منهم راه واحد من ثلاثه راه من فئه الراجلين يعني مساله يعني خاصنا كاملين ان نحاولوا نجندوا ونتعبوا باش نقلصوا من هذا يعني الرقم هذا كيبقى عندي واحد ثلاثه ديال ديال الكحول والسياقه يعني كنعرفوا نعرفوا بان السياقه تحت تاثير الكحول من الاسباب الاولى لحوادث السير دخلات المدونه ديال السير واكدات على هذا آه المعطى هذا ما بقاش يعني سوجي تابو كنعرفوا بان السياقه تحت التاثير تسبب في وقوع يعني حوادث السير والمشرع راه ما عندناش توليرونس زيرو ني يعني با دو توليرونس زيرو في المغرب يعني عندنا واحد النسب اللي حددها المشرع كاين واحد هذه العمليه كتسم بجوج ديال الاجهزه كاين واحد ليتيلو تيست ولا تيلومتر واحد الجهاز الاول كنصوتو فيه آه. كيعطينا واحد المؤشر اسكو سي بوزيتيف نيجاتيف الى عطاك بوزيتيف كيمشي داك لاجون فيربيليزاتور داك العون اللي غيحرر المحضر كيحيد لي تيست كيعطيك لي تيلومتر كيعطيك دي انديكاتور دي ميزور وحددها المشرع هنا هي 0.10 ملغ من الهواء المنبعث من الفم 0.10 مليغرام جرام وعلاش ما درناش زيرو لان تبي لا ماشي ديال الادويه يعني طبيعه الاكل ديالنا اللي فيها شويه الخبز فيها الخميره فيها كنديروا هذيك الصالاد و... ما يمكنكش تعطيك زيرو الا كليتي جوج تفاحات ما يمكنكش تعطيك زيرو لهذا ف... ولكن ما ت... تعطيك واحد النسبه اقل من 0.10 مليغرام جرام ولكن 0.10 يعني كاين المخالف يعني وكاين الاجراء الاخر اللي عبر يعني التحاليل الطبيه يعني اخذ العينه من الدم هي 0.2 غرام يعني في اللتر من الدم يعني هذه كاجراء كيتم في اطار الناس اللي ما كتبغيش او لا يعني قصدها التاكد منها أه كاين موضوع اخر ديال اصحاب الدراجات الناريه واهميه استعمال يعني الخوذه الواقيه الكاسك هذه مهمه جدا خاصنا نعرفوا واحد المعطى وهو انه اثناء الوقوع كيصطدم كي الراس ديالنا بالارض في تسعود ديال الحالات من اصل عشره راه تبينات الاحصاءات بانه هذاك السائق ديال الدراجه لهذا كنقولوا خاصنا نعطيوه الاهتمام راه مكون كيف قلنا جزء لا يتجزا من المنظومه ديال النقل راه ملي كيسقط يعني في الى الى في 10 ديال الحالات في 9 من 10 كيسقط كي على الراس ديالو تروماتيزم كرانيان بمعنى الاصابه كتكون اصابه مميته ولا قدر الله اصابه يعني قاتله صراحه انا في الاول كانت عندي الامور صعيبه شويه ما واضحه مع الوقت استوضحت لي الامور وتعلمت مجموعه ياسر من المسائل اللي منها الاشارات حركه الشرطي يعني المرور التجاوز التقابل وغيرها من المسائل غير اني ما نقول انا زاد مولي فاهم اكثر شوي شوي مع الوقت راه نستوعب ونتمنى الجميع التوفيق طبعا ما غتكونيش فاهمه كل شيء حيت التكوين مازال مستمر وخا راه وصل المراحل المتقدمه وليني مازال موجدتو بالقدر الكافي لاهلكم دوزوا الامتحان اشنو هو التجاوز؟ والعقوبات ديالو، وشنو هما الاحتياطات اللي خاصني نقوم بها؟ الجواب كيتسناكم. التجاوز هو من المناورات الخطيرة اللي كتطلب من السائقين تركيز وتقنيات جد مهمة، على اعتبار أن التجاوز المعيب كيتسبب حوادث خطيرة ومميتة. فعلى سبيل الذكر عقوبة التجاوز المعيب هي غرامة تصالحية وجزافية ديال 700 درهم. مع سحب أربعة ديال النقع فلتفادي آه هذا التجاوز المعيب توجب علينا نقوم بمجموعة من الاحتياطات والإجراءات باش نقوم بتجاوز اللي هو سليم اللي ما خطر علي وعلى باقي مستعملي الطريق فالقيام بالتجاوز توجب عليا نراقب علامات أو التشوير الطرقي العمودي ما كاينش إشارة طرقية اللي كتمنع علي التجاوز نراقب إشارات الطرقية الأفقية يعني الخط واش خط متقطع كيسمح لي بالتجاوز كنراقب المسلك ديال اه الطريق اللي انا تنتواجد فيه عبر المرآة الداخليه واش ما كاينش شي سياره اللي قام اه كتقوم بعمليه التجاوز وكتعلمني عن طريق السينيال كنراقب الطريق ديالي في الاتجاه المعاكس واش ما شي سياره اللي جايه اللي جايه قدامي او اللي شي سياره اللي بعيده عليا شي شويه وبالتالي ملي كنتاخذ القرار باش نقوم بالعمليه ديال التجاوز كنعمل السينيال على اليسار من بعد المراقبة بطبيعة الحال كنخرج للمسلك ديال التجاوز كنزيد في السرعة ديالي كنزيد في واحد المسافة حتى تيبان لي السيارة اللي قمت بالتجاوز ديالها في المرآة الداخلية وكنقوم بالسينيال على اليمن وكندخل للمسلك اللي كنت فيه وبالتالي هكذا كنكون قمت بعملية ديال التجاوز سليمة 100% بك من الاسبوع الثاني في الحصص النظريه مع الاستاذ ديال النظري اللي عطانا الدروس خاصنا نطبقوهم في السلاسل وخاصنا نشوفو كيفاش نتعاملوا مع الطريق وهذا الشيء كامل خاصنا نطبقوه دابا في هذه السلاسل اللي كيعطيونا يعني كيفاش نتعامل مع ملتقيات الطرق مع امتى يكون التجاوز ام مسموح التجاوز الاشارات امتى كتطبق اللي موضعيه واللي متقدمه انا انا كنهضر على راسي كان عندي مشكل في التجاوز التجاوز مستحيل والتجاوز الصعب اللي حاول يخدموا معايا الاستاذ اليوم بتمارين بوحدهم واللي خاصني نعاود نشتغل عليه في السلسلات اهم حاجه في دوك السلسلات هو تفهموا القاعده ماشي تحفظوا الصوره حيت الصور راها كتبدل اليوم امتحان وردوا بالكم مع الاسئله المفخخه رشيد وحفيظه راهم مستعدين باش يبداو تقديم العرض ديالهم حول السلامه الطرقيه واش غيتوافقوا فيه نتبعوا الاسعافات الاوليه هي واحد الرعايه واحد العنايه لي فوريه ومؤقته بمعنى شامل هي واحد تقديم واحد المساعده اللي للمصاب مثل انقاذ الحياه ديال المصاب لحين وصول الطبيب الاهداف ديال الاسعاف الاولي اولا نحافظ على حياه المصاب ثانيا نحافظوا على حياه المصاب ثانيا نمنعوا تداول الحاله ديال المصاب واخيرا نساعدو المصاب على الشفاء غنشوفوا المسؤولين على تقديم هذه الاسعافات الاوليه كما الجدول تيوضح لنا عن تقديم الاسعافات الاوليه حنا ما تهمناش هاد, هاد المسؤولين اللي تركز عليه انا هو العابر الطريق شكون هاد عابر الطريق هو واحد الشخص كيشوف الحادثه قدامه شنو المهام اللي تيدير هو شخص عادي تيقدم واحد المساعدات اللي يمكن تحد النسبه ديالو النسبه ديال داك المصاب بالخطر يعني ممكن نقدو الحياه ديالو بمعنى شامل ودابا غنحاول نقدم لك نقدم لكم الاخ رشيد يقدم لنا موضوع على مبادئ الاسعافات الاوليه تفضل لطالما قبل ما نبدا في الموضوع ديال مبادئ الإسعافات الأولية، لطالما كانت الإسعافات الأولية سبب رئيسي في إنقاذ حياة كثير من العديد من المصابين، بفضل بفضل الرعاية ديال الشخص اللي تيكون في مكان الحادث، و ومن ناحية المبادئ أنه المبادئ ديال. اولا هي السيطره التامه على موقع الحادث معنى السيطره التامه على موقع الحادث هي انك تتأ... اول ما تتصادفك واحد الحادثه في الطريق تتأ... تتوقف حتى انت الاول كنت تتوقف كما, كما العاده تدير مثلث الخطر ولكن كانت حادثه بانت راه انك تدير المثلث على 50 متر ولا كان الضبابه ولا دير تدير على مثلث على 150 متر المهم ولا بد... من غير المثلات ومن غير الجيلي وداك الشيء لابد تكون تت تكون تحتفظ بواحد المصباح يدوي. وأول حاجة ملي تدير هذه العملية هذه تتقوم بإبلاغ إذا كنت في خارج المجال العمراني أنك بطبيعة الحال جوندارم. كنت في المجال الحضري راه تتكون تتبلغ الشرطة. ثاني حاجة أنك ألا ما تعتبرش ان المصاب ملي تتوصل بحال تتوصل تتوصل المكان الحادث تتشوف الكسيده تتقول ان المصاب راه صافي راه ميت حيت الاغلبيه عندنا يعني الناس يشوف كاين اللي تتخلع كاين اللي لا ان اول حاجه خصك زعما تزعم عنده تشوف تشوف الحاله ديالو كي دايره لا فيها بحال دابا في حاله ما كان كان انت حسيتي به راه مات هذيك ما عندك هذيك الحاله ما تت... ديك الساعه تتبلغ إغاثة والجندار كما قلنا لك في الخارج تتقوم ثالث حاجة أنك من تتقوم بالعملية ديال تتقوم بالعملية ديال أنك تتحضر له تتقوم له بالعملية ديال تتقيس وباقي فيه الحياة أنك تمشي أول حاجة تديرو في تتناسو الجنب ديالو اليمن من ناحية اليمن هكا الركبة ديالو عالية شوية على حساب على حسب باش التوازن ديالو يبقى كامل يكون ثابت الراس ديالو تتجيبو جيت الارض باش تحطو شويه على الارض والفم ديالو لابد يكون قريب الارض باش لا شي افرازات و... من يكون شي نزيف ولا شي نزيف حد ولا دي انك تتحاول ارتباك كبير بين على المرشحين في هذا العرض الاول الشيء اللي ما خلاهمش يركزوا في الافكار ديالهم بل اصعب من هذا هو انهم عرضوا معلومات مغلوطه فيما يخص الاسعافات الاوليه واللي اهم قاعده فيها ما نلمسوش الشخص المصاب ماشي كيف قلتوا آل لاله حفيظه واسيدي رشيد وسيروا عاودوا راجعوا دروسكم بالنسبة لي, لي أنا في درس النظري كنشوف راسي ما جبرتش شي صعوبات كبيرة لأن أستاذ كيحاول في السنة كل شي بوضوح وكيف القواعد يعني ما جبرتش شي, صعوبات حيث كان, كان فهم منه الفكرة دغيا واللي جبر فيه الصعوبات هو بقي يعني ما خدمتش السلسلة بزاف وهذا الشيء زعما ما بانني يعني غادي يعني نفشل في الاخر ولكن هذه المده اللي باقي لي غادي نعطي واحد واحد المجهود كبير وان شاء الله نهار الامتحان غنكون بريت وان شاء الله يكون اي جزء كل كلشي مزيان دابا جا دور كريستيان ويوسف باش يعرفونا على كل الاحتياطات اللازمه قبل اي انطلاقه بالسياره خصوصا الا كنا غنسافروا فالاجراءات كتكون اكثر تفصيل نتبعوا vérification <applause> de l'état de la voiture bien sûr qu'il faut bien sûr faut voyager pour voyager il faut Euh, L'état de sa voiture, vérifier l'huile de moteur et l'huile euh, de freinage, et puis l'huile de volant, et puis euh, euh, liquide de liquide euh, du radiateur Et puis ainsi de suite, euh, n'est pas oublié euh, l'eau de, de suie-glace. Après avoir terminé cela, bien sûr qu'il y a quelque chose qui est très important à ne pas oublier de ne pas oublier de remplir bien son, euh, notre euh, réservoir.

car il faut bien dormir avant de voyager, bien dormir et bien manger. il est très important pour notre santé, pour le jour précédent de notre voyage, pour mieux se réveiller en une bonne santé et avec une énergie nouvelle. Je vous بسبب النعاس حيت كما قرينا في الدروس مع الاساتذه ديالنا ان النعاس ما كيعلمش هو واحد الخطر ما كيعلمش تقدر تكون غادي تقول راه ما فيهش النعاس حتى على غفله كتلقى راسك ديجا سيتي واحد المده زمنيه ناسي عليها ضروري هذه النقطه هي ضروريه اذا كنتي غتسافر هذه ماشي غير اذا كنتي غتسافر غير هو فاش كتكون غتسافر حيت كيكون كي طراجي طويل كناكدوا عليها النقطه الثالثه هي نتاكدوا من سلامه مقاعد السياره كاين بعض المرات لو سياج خصوصا اكثر اهميه اللي خصنا نشوفوا هو لو ديال ديال السائق حيت بعض المرات ما كيكونش فيكس في الارض اذا تقدر تكون غادي سائق تيرجع بيك بك اللور ولا هذا اللي غي يخلي التوازن ديالك ما تبقاش تحكم في لي بيدال ولا هذا هو خصنا نتاكدوا من سلامه جميع المقاعد واني الاكثر اهميه هو ديال السائق نديو معنا داكشي اللي كنحتاجو مثلا كما عندنا هنا بيل بورتابل مشارجي ال هاد المعدات ديال تبديل البنو كيبانو لنا هادو ماشي ضروريين وإني لا قدر الله مثلا كنا مسافرين في ناسيونال لي الضو فيها قليل وقعات بان ولا هذا ما عندكش الضو ما عندك والو اذا من الاحسن كل واحد يدير مع هاد الحقيبة تسافر سفات الاوليات وبدي الاطارات داكشي يكون ديما فيكس في الطوموبيل ماشي تبغي تسافر واش ماشي تبقى تقلب عليه فو اشاك فوا تبغي تسافر من بعد ما درنا اخر درس في الكود بالنسبه ليا ما كنتش ضابطه كل شيء ضابطه غير شي حوايج أه، كان عندي شويه ديال الغموض في ملتقيات الطرق ومن بعد فاش جلست سبوحي ورجعت السلاسل وخدمتهم أه، ورجع معايا الاستاذ ما بقاش عندي داك المشاكل بحال الاول وزدت فهمت اكثر باش نقدر نهار الامتحان نمشي فاهمه كل شيء وندوز مزيان المنعرج هو من الاشكال الطرقيه الحساسه اللي كل احتمالات الخطيره كتكون وارده فيه توضيحات اكثر كتسناكم في هذه الوصله التحسيسيه المنعرج هو واحد المقطع الطرقي كيتسم بالخطوره في الدين ديال معظم السائقين هذه الخطوره مرتبطه بعوامل كثيره اهمها مشكلة ديال الرؤيه كذلك القوه النابذة بالنسبه للرؤيه فيعني باش المنعرج فاغلب السائقين كتكون يعني عندهم من أن الرؤيه كتكون قليله يعني ما كيشوفوش الى ابعد حد ممكن وبالتالي هذا كيشكل لهم خطوره في السياقه ديالهم ايضا المشكلة ديال القوه النابضه اللي كيخلي انه جميع الاجسام المتحركه ماشي فقط السيارات او المركبات بامكانها أن تخرج من قارعة ديال الطريق بامكانها أن تنقلب نظرا لان عدم ملائمه السرعه مع الحده ديال الانعراج طبعا كيف خصنا ندخلوا للمنعرج دائما السرعه خصها تكون منخفضه ولأجل يعني الدخول والخروج من المنعرج بشكل امن فالسلطات كتوضع لنا تشوير خاص من خلال انه كتكون واحد الاشاره ديال الخطر اللي كتكون يعني قبل المنعرج كتعلن على انه كاين منعرج مسافه كافيه داخل التجمعات العمرانيه كتكون ب 50 متر خارج التجمعات العمرانيه كتكون على بعد 150 متر وايضا في المنعرج اللي كيكون خطير كتكون واحد الاشاره ارشاديه ديال الاسهم المضفره اللي كتكون في البدايه ديال المنعرج وكتسالي في النهايه ديالو واللي كتزيد توضح للسائقين الشعاع ديال المنعرج من بعد الشروحات كامله اللي كتبين لنا خطوره المنعرج ولا الفيراج غير الا بغينا نجنيو على راسنا وعلى غيرنا بعدم القيام باللازم الدروس النظريه الحمد لله ما عنديش حتى صعوبات ملموسه الكوتش ديالنا داير معنا اكثر من جهده حيت هو ما كيرتاح حتى كنفهمو حنا حتى حنا بدورنا ما كنرتاحو حتى كنفهمو اذا واخا ما كنفهموش ما كي عنده حتى شي مانع يعني نعاودو نسولوه حتى كنفهمو كيبقى الدور ديالنا هو ان نعاودو نراجعو داكشي اللي درنا شاك جو نعاودو نراجعوه في الشومبر خصوصا السلاسل الصعوبات هما حيت كما قلت ماشي صعوبات ملموسه كتقلب على لي كاستيون هما اللي شويه كيشكلو المشكل هما اللي كي نخلعو وين محسوبين اذا الحمد لله غير في هذوك لي ريبيتيسيون اللي كنديرو في الشومبر وديك المراجعه كتمكنك باش تحفظهم الحمد لله كل شيء غادي مزيان عشاق الميكانيك عبد العزيز راه دخل الحصه باش يتعرف على كيفيه اشتغال محرك الحافله بكل تفاصيله يلا ندخلوا معاه كيف يمكن تشوف باللي الموطور اللي غادي يدفع علينا واحد الكار ماشي هو المطار اللي غادي يدفع علينا طوموبيل في الطوموبيل قلنا تيكونوا اربعه ديال لي بيستون في الكار تيكونوا سته ديال لي بيستون حتى ثمانيه ديال لي بيستون <applause> وكي كتشوف اما تيكونوا مساتفين بحال هكا اون لين ولا تيكونوا هكا اون في تيكونوا ثلاثه من كل جهه تيكونوا عند بحال دابا هذا فيه سته اون لين عندك جوج ديال لي بيستون هنا جوج ديال لي بيستون هنا جوج ديال لي بيستون هنا بلي ديالهم عقلتي على البيال اللي كنا جبناهم شفناهم بلي... والفيل بروكان ديالهم اللي كيخرج منه الحركه يعني نفس المبدا النفس ديال نفس الحاجه لانه موطور راه موطور ديزل ولكن بحال ثاني في 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 الموطور في الحافله كتبقى الموطور بحال يعطيك اه هذيك هذيك غادي نهضروا عليها دابا نهضروا عليها دابا نفكروا بعدا هاد الماطر هادو ديال ديال الكيرال الاغلبيه ديالهم تيكونوا مطر ديال المازوط كما قلنا الا ممكن تفكرنا دابا عقلتي كيفاش يخدم الموطور ديال المازوط في يعني هذه الحاله الاولى تيدخل يدخل كي كيدخل سميتو الهواء تيدخل الهواء, الهواء. تهبط البيستون من بعد كيطلع ذاك تيطلع البيستون تيتضغط هذا الهواء وكتخرج من, من البوجي ديك لا ماشي البوجي تيكون عندها لانجيكتور 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 تخرج ديك ديال القطره ديال المازوت بواحد الضغط عالي كيوقع الاحتراق تيهبط يخرج وتعاود يطلع ويخرج لي بالنسبه لهذيك الملاحظه اللي قلتي بصح انه في في, في الاغلبيه ديال السيارات الحافله في السيارات السيارات تيكون عندي الموتور ديال بحال هكا هنايا لي سيلندر وتيكون هنايا خارجين هنايا بحال هكا خارجين الروايد تيكون ديك البواط دو فيتاس ودك الشيء هنايا وتيكون هنا داك البوناهي وخارجين الروايد <applause> بالنسبه للحافلات ماشي ماشي نفس الحاجه بالنسبه للحافلات تيكون الموتور ديالها غادي بحال هكا مثلا 6 ديال السيلندرات وخارج هكا لاصق فيه لا بوات دو فيتيس ولاصق فيه لاصق فيه لومبرياج ولا دو فيتيس وعاد غادي لو بون تيكون غادي متشكي بحال هكا باركونت في الطوموبيل تيكون داير حركة. ناس. اه تيكون ناعس اذا هذه كانت واحد الملاحظه في الحقيقه وخاص بقتي لي شويه ماشي مشكل الوغ كما قلنا بالنسبه لاي موتور ولا بد تيخصو ما يبرد تيخصو يبرد بحال نفس المبدا في الطوموبيل غير هنايا كما كتشوف شو الرادياتور ديال الكار شحال كبير بيرد. كبير على ديال الطوموبيل حتى هو تتكون فيه الفرفاره اللي كتشتغل فاش كتطلع درجه الحراره ديال الماء بزاف وكتكون فيه بومبه ديال الماء اللي كتدور الماء وسط الموطور باش يبرد حتى هو كاي موطور تيخصو الزيت قلنا الزيت عندها ثلاثه ديال الادوار هي كتبرد أوه. هي كتليبريفي يعني كتح... كتحيد سلام. كتنقص من الاحتكاك وكتنقي الموطور لان كتبقى الدور وسط الموطور فين ما كان فين ما كان شويه ديال الاوساخ ولا شي حاجه كتجرى معاها وكتمشي للاخر تكلمنا على الموتور ديال الكار والاختلاف اللي كاين مع الموتور ديال الطوموبيل اللي اللي هو ما كبيرش بزاف تيختلفوا فقط في عدد ديال لي سيلاندر وفي عدد ديال لي بيستون وكذلك تكلمنا على لومبرياج وعلى لا دو فيتيس وكيفاش كدوز الحركه من المطار من الموتور حتى الروايد من عورا من لومبرياج من لا دو فيتيس وفي لو بون ديفيرونسييل كذلك هضرنا على واحد الحاجه اللي كتكون غير في الكيران اللي هي لي غالونتيسور الرالونتيسور هذا الرالونتيسور اللي هو تيساعد على الفريناج واللي تيكون غالبا اما رالونتيسور ديال الضو او لا رالونتيسور ديال الزيت الرالونتيسور ما كاينش في كاع الكيران ملي كيفوت واحد الطوناج تيكون تيكون هذاك الرالونتيسور هذا الرالونتيسور شنو هو هو بحال واحد الفران اوكسيليير تيعاون على ماشي فران اساسي ماشي بحال داك الفران اللي كتبقى طالع عليه بلا بيضا ولكن هو كتاكسيوني تيكون عندك بحال واحد لا ماريت كتكري كلا كت كتاكسيوني هو شنو كيدير هو بحال واحد الفران كيفراني كيف 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 ماشي ماشي فرانيش الروايد كيفراني الموتور كيفرا كي... ماشي لا فران فران موتور يمني كت... يمني كتبدل كتب لي, فيتيس هذا ست... تنسميوه بالفرنسيه ايد او فريناج تيعاون على الفريناج شنو كيدير كتكون هنايا في هذه هاد البلاصه هذه هنايا تيكون عندي هنايا سوا هنايا اما هنايا في هذه البلاصه او لا في الدخله ديال البون ديفيرونسيال تيكون هنايا عندي الرالونتيسور هذا الرالونتيسور اللي تيكونوا هنايا هما جوج ديال الانواع كاين الرالونتيسور اللي تيخدم بالضو الرالونتيسور الكتريك الرالونتيسور الكتريك باش تفهموه بحال الموتور ديال الضو كاين الموتور ديال الضو كيعطيك كتعطيه الضو كيعطيك حركه هذا كتعطيه الضو كيفراني كيوقف لك الحركه بحال الفران ديال الضو وكاين اللي كيخدموا هو بحال هذا ها هو كتشوفوا هنا فيه ستاتور فيه البوبينه ديالو وكاين اللي كيكونوا كيخدموا بالزيت تيخدموا بالزيت كيكون كي بحال واحد الفران هنايا ديال الزيت هذا لارب تينقص من السرعه ديال هذا لارب هذا اللي كيترونسميتي البون كينقص من السرعه ديالو ولكن اللي خصك دير ترد البال لواحد القضيه انه هاد لي رالونتيسور ما خصش يستعملهم الانسان بزاف واحد المسافه كبيره ماشي مثلا انت ملي قلعتي وانت داير رالونتيسور كتقول كتقولوا باش ينقص ليا لانه يعني كتطلع تطلع اي يمكن تطلقوا وتقطعوا فوقاش ما بغيتي هاد الرالونتيسورات هادو ما خصكش تستعملهم واحد المده كبيره لانه كما شفتي هنا تيوقع تيوقعوا احتكاكات هنا في هذا الاربر هذا و احتكاك دوك الاحتكاكات كتطلع درجه الحراره خاصه إذا كان عندك رالونتيسور الضو هذا الرالونتيسور الضو الا استعملتيه بزاف يقدر يؤدي على العافيه اذا كان عندك رالونتيسور الضو استعملتيه لواحد المده طويله تقدر تشعل العافيه <applause> هاد الرالونتيسور كتستعملو كت... مثلا الا كنتي في واحد الهبطه مثلا وبغيتي تنقص من السرعه وتعاون بالفران ديال ديال الرجل كديرو واحد شي شويه واحد خمسة دقائق ولا شي حاجه وكتعاود تتخليه حتى تستابيليزي الكار ديالك وكتعاود تطلقو وتعاود ترجع عادي داكو Au début, c'était un peu très étonnant pour moi parce que je ne parvenais pas à bien Et comprendre comment sont la, la règle des de côtes mais bien avec le temps qu'on a passé ensemble et euh, la relation liée entre nous et le coach bien sûr euh, je parviens à, à comprendre comment euh, euh, comment euh, euh, définir le côtes et, et et aujourd'hui, on a beaucoup simplifié, et le coach a beaucoup simplifié et, 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 la manière de savoir si on doit céder le passage ou, ou bien on est à un endroit d'intercession sans le panneau. Il nous a beaucoup simplifié ça aujourd'hui et ça m'a aussi euh, beaucoup tiré les oreilles et j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je suis à 100%... Euh, 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 de, de la, à la finale des, du, 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 des examens, mais euh, par la grâce de Dieu, le peu qu'on a appris, on, ben, on a beaucoup appris, c'est pas le peu quoi. Euh, avec euh, la force de Dieu, Inch'Allah, je pense que ça ira mieux le jour des examens. Merci. اللقاء الثالث لعبد العزيز في سياقة الحافلة الاكيد غيكون بطعم اخر حيث راه تعرف على اهم التفاصيل الخاصه بالحفله سواء في السياقه او في الميكانيك ديالها ودابا ما بقى غير يزيد يرسخ كل ما خداه بتمارين غادي تقوي مكتسباته لنهار الامتحان نتبعوا بالنسبه لليوم عاودنا مع المرشح عبد العزيز عاودنا مع جميع التمارين اللي كنا قمنا بها من السابق لينا تنحاولوا نديروا كما يقال انه الفينيسيون بالنسبه لنا المرشح هذا، آه واليوم تنشوف باللي الحاله ديال عبد العزيز حاله ولات مزيانه، ممكن نعول عليه انه يمشي للامتحان وانا مرتاح ما يمكنش نخاف او يشدني الخوف على عبد العزيز، عبد العزيز الان يقدر يمشي للامتحان وانا مرتاح. اليوم خطيت الحصه الثالثه من الدروس التطبيقيه مع الاستاذ اليونسي يعني مرقني لـ 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 في الاول مرقني للمدينه كيف العاده أعطاني الاساسيات اللي للي لازم نجبرها في يوم الامتحان يعني كيف المارشاريال كيف الدوميتور كيف الكراج يعني زاد خدم معايا هذه المسائل وأعطاني الثقه اللي قال لي يعني انني عندي القدره انني نخطي الامتحان وهذا ان شاء الله هو اللي غادي نكون ان شاء الله وما عندي مشكله ان يوم الامتحان غادي نخطي هذاك الشيء ان شاء الله الاطمئنان والتمكن باينين في وجه عبد العزيز وهذا الشيء كيدل على انه غادي يشرفنا في الامتحان تبع اللي كاين هو انه كلهم عندهم الحماس لانهم يوصلوا ان شاء الله للنهايه ديال التكوين يعني باستعداد تام، كنتمنوا يعني ان شاء الله انه في هذا الاسبوع القادم والاخير انه يكون المستوى يعني احسن من هذا، ونتمنوا ان شاء الله على انه بالنسبه لنا حنا نوقفوا على الاخطاء وعلى النواقص اللي ممكن يكونوا عند المترشحين كاملين، درنا ملاحظات طبعا كناقشوها بيناتنا كفريق. وان شاء الله يعني في الاخير ديال التكوين غنحصلوا ان شاء الله على النتائج تكون طيبه الفضاء الطرقي هو ايضا تفاعلات بين السائقين كتعكس مجموعه من الابعاد نتبعوا لاحظوا معايا بان هذه النقطه اللي كنت شرت لها في الحصه الاولى الى عقلتو قلت بان السياقه راه فقط ضبط لقوانين ومهارات سيكو حركيه جسميه مهارات ديال الرجال مهارة ديال الى غير ذلك ولكن كذلك معطى عقلي معرفي اللي فيه التركيز فيه التحليل فيه التركيب ياك عقلي وفي كذلك كاين معطى ديال تفاعلي بحيث ان في الطريق ما كتسوقش بوحدك وبالتالي كتدخل في اطار علاقات علاقات تفاعليه هذه العلاقات التفاعليه هي اللي يمكن نسميوها تفاعلات بين فرديه دي, دي دي, دي،, دي انتراكسيون انتر انديفيدوي ديز انتر بمعنى اخر ان افترضوا بان هاد الناس اللي, اللي ماشيين في واحد الفضاء معين طريق هاد الطريق هادي ما فيهاش انت فيها انت ولكن فيها واحد قدامك وواحد من موراك وفيها واحد جاي من هنا وثاني ينسي يعني السويت لو سويت هاد هاد المقطع هذا كيجعلك في اطار علاقات تفاعليه مع الاخرين تتفاعل مع هذا باش باش كنتفاعلوا مع هذا اللي مورانا بالمسافه والاضواء بالمسافه والاضواء بالاشارات كنتفاعلوا مع هذا باش الاشارات بالاضواء الى غير ذلك مع هذا كيمكننا كذلك كنتفاعلوا مع لان كنعرفوا فوق جاي واش كحاز واش بعيد واش الى غير ذلك اذا نحن ندخل في علاقه تفاعليه نو نز... سوم اون غولاسيون انتيغ انديفيدويال اون انتراكسيون ها اي فوالا ولهذا طبيعه الحال يقدر يكون واحد فينا متابعك دائما ماشي معك راك ماشي معاك في المسافه كلها ولكن هاد الناس هادو كيتبدلوا وهذا كيقدر يتبدل لانك تكون دوبلتيه او هذا كيتبدل لانه دوبلك ولكن في كل الاحوال في كل اللقطات الكبيره يعني اللقطات الكبيره زمنيا كتتواجد في علاقات مع اخرين دونك راك انت في واحد دل... في ريلاسيون انتر انديفيديوال افيك d'autres طرق اخرين كدخل معهم في تفاعلات هذه العلاقات التفاعليه هذه لي ريلاسيون انتر انديفيديوال هذه العلاقات البين فرديه كنقولوا بين فرديه ولا انتر بيرسونيل بين شخصيه كت... كتجعل على ان القياده على الطريق وحنا كنتفاعلوا مع هاد الناس القياده على الطريق كتعكس البعد الاجتماعي عندها واحد البعد الاجتماعي اذا لاحظوا ان بعد قانوني ان بعد مهاري سيكو حركي ان بعد معرفي وعندنا البعد النفسي وعندنا البعد النفسي الاجتماعي اللي كيتجلى في العلاقات اللي كتربطها الشخصيه مع الاخرين هاد هاد العلاقات اللي كربطوها اما كتكون علاقات عدوانيه استاذ يكون ملي وكنبقاو نغوتو ولا شي حاجه هادي سيغلاسيون دغريسيفيتي او مثلا شي واحد كتهدو ولا كتزيرو الى غير ذلك ولا ما تخليش يديباسيك ولا شي حاجه ريلاسيون راه فيها نوع من العدوانيه كيمكن تكون علاقه تعاون دو كوبيراسيون اون ريلاسيون دو كوبيراسيون يمكن تكون علاقه تسامح دو توليرونس تخليه يدوز وخانا ماشي حقه وماشي الاسبقيه ديالو ولكن لانه مزير مسكين الى غير ذلك ولا لان ربما يتوتر كتعطي كاين كذلك التنافس بعض المرات علاقة تنافس كتكون علاقة إن غولاسيون دو كونكورونس دوبلاج اه كتحاول تزيد أكثر من من, من السرعة أو كاين علاقة اجتماعية يمكن توقف شي واحد تعاونه تعطي له يد المساعدة إلى غير ذلك دونك كاع المعطيات المرتبطة الخصائص النفسية المرتبطة بالشخصية كنلقاوها كيمكننا نلقاوها في الطريق دونك الطريق ماشي فقط قانون الطريق ماشي فقط حديد <applause> <ده> سيارات <applause> العلاقات أيضا والعلاقات ايضا لها دورها واهميتها التي لا تقل عن اهميه ديال القانون وديال المهاره اليدويه والمهاره ديال الجسد بصفه عامه. النقطه الثانيه وهو ان العلاقه مع الاخر خلال الطريق كتحددها علاقه الفرد مع ذاته. علاقتي مع ذاتي انا في علاقتي مع ذاتي بمعنى واش انا عندي كنبحث على قيمه ذاتي؟ واش كنبحث على فرض الذات تاكيد الذات جو جم... 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 واش انا كنقلب على كنقلب على العلاقه مع الاخر، واش انا طيب واش انا انبساطي واش انا انطوائي، واش انا متوتر، هذه كلها اشياء اللي هي في الواقع تفاعل الفرد مع ذاته كتنعكس على علاقته مع الآخر وبالتالي كيف ما تكون سيكولوجيا تكون مع الاخر على مستوى الطريق في علاقتك، العلاقات ديالنا كتحدد بعلاقتنا مع ذاتنا، لو كنا احنا مدابزين مع راسنا كنكون مدابزين مع الاخرين كنا اون بي في سلام مع ذواتنا ضابطين راسنا م... م... مرتاحين حاولنا ما مكن من التوتر م... 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 درنا لي تيكنيك باش على ذاتنا باش ن... نضبطوا نفسنا وش نخرجوا من التوتر كذلك في علاقتنا مع الاخر غادي نكونوا كذلك مرتاحين كنا متوترين كنا عدوانيين كنا متعصبين غادي نكونوا متعصبين كذلك مع الاخر <applause> اذا هانتوما شوفوا فين ما تكونوا مخاصمين مع راسكم وبغيتوا تسوقوا ديروا واحد الصلح مؤقت حتى تنزلوا من الطوموبيله ودك الساعه القرار كيبقى في يديكم يا اما تزيدوا تاخذوا راحتكم في الخصام يا اما تنعلوا الشيطان نرجعوا للمرشحين ديالنا اللي على العموم المستوى ديالهم لحد الان كيطمئن غادي يبقاو تفاصيل صغيره هي اللي غادي ياكدوا عليها الاساتذه والمدربين ديالنا بالشرح والتمارين باش هكا تكتمل الشخصيه ديال السائق المؤهل عند المشاركين ديالنا وفي الاخير غادي نقول لكم الدواء ديال كل مخاطر اللي ممكن تواجهنا وحنا سايقين هي نمشي باقل سرعه ممكنه بركه من اللامبالاة بركه من الزيغه بركه من الشعور بالامان الزايد بركه من ردوم الطرقان مقابر حلقتنا سالات نتلاقاو الاسبوع الجاي تبقاو على خير